محمدا وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجاتي هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته، وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما، وجعلت له من أخيه ردآن ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا، وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتميت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك
محمد صلى الله عليه وآله فكان كما انتجبته سيدا من خلقت وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكته ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع لله للذي ببكة مباركا وأداما للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذنب عنكم الرجس أولى البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابه فقلت قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القرب وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم علي من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوهم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولى اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لو نبي بعدي وزوج ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل بها وسد الأبواب إلا باب ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها
فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عدرتي وشيعتك على غابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتينا وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقب يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة أولى قد وترى في صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذعبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرها فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الأشقياء من الأولين والآخرين أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتلا من قتلا وسبيا من سبي وأقصيا من أقصيا وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوب إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادب ولمثلهم فلتبر في الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن
أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالرة أين الأقمار المنير أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدود أين محيي معالم الدين وأهله أين قاصم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردم أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلا أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغرى وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن السودة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهدي يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين
يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنير يا ابن السروج المضيئة يا ابن الشعوب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهر يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثور يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من وفي أم الكتاب لدى الله ولي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى وليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثراء برضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك الدنيا البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى ما أحار فيك يا مولى وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكر هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلى هل قضيت عين فساعدتها عيني على القذى هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى
هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترى أنا ونرى وقد نشرت لواء النصيترا أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحال وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأريني سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه رجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذ وأقمته لنا قواما ومغاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا ببولك يا ربي كراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جدني رسولك السيد الأكبر وعلى علي أبي السيد الأصغر وجدتي الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آباء البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل علي صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك واذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفاك واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكثوا في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إلهي والاجتهاد في طاعته واجتنابه معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه
وخير ما ننال به سوة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيم نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريئا رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعدها يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. First of all, we thank our beloved Almighty Creator. The verse I've just quoted is a profound verse from glorious Quran, Quran 2, verse 153. Allah Tabarak wa Ta'ala says, O you who believe, seek assistance through patience and prayers. Surely Allah is with the patience. The Holy Quran invite us, respected brothers and sisters, to seek divine assistance during challenges and difficulties through two things. Number one, patience. And number two, prayers. What is patience and what is prayers? Because it is only through these two that I and you can truly seek Allah's assistance during this unprecedented time. There are two forms of patience called as-sabrul qalbi and as-sabrul amali. We have internal patience and then external or practical patience. What is internal patience? Internal patience simply refers to accepting the situation. For instance, we are now faced with the challenge of the outbreak of coronavirus. Once you accept the situation, that is regarded as a sabrul qalbi or internal patience. To do practical patience, number one, is for I and you to uphold the preventive measures that are taught and advised by the medical practitioners and our governments. What are they? Number one, stay at home. Number two, wash your hands regularly. Number three, apply
social distancing measures. Number four, avoid gatherings. Number five, even if you go for funerals of your loved ones, your number should not exceed 8 people. These are some of the measures that we are advised to put in place and uphold. And in addition to that, practical patience requires us to do what? To sacrifice what is so dear to us during difficulties and challenging time in order for us to be able to overcome the challenge. In this case of Corona, what are we sacrificing? We are sacrificing congregation at our mosques. We are sacrificing marital ceremonies where you invite so many people. We are sacrificing our social gatherings. So once you uphold the measures taught by the medical practitioners and government, you are then qualified to be someone who is practically patient. So Allah tells us in Quran, seek assistance through patience and salah. What patience Allah talking about here? Practical patience. Allah is not talking of internal patience, as-sabrul qalbi. He's talking of as-sabrul amali, practical patience. So that is number one thing you require to do. Uphold all those advices that we received from the government and medical practitioners. Failing to do so is haram in Islam. And you will be accountable on the day of Qiyamah. It's not only lying you'll be accountable of. Failing to uphold the measures for your safety and safety of others is haram. You may be infected and you may infect others. The last tool to seek divine assistance through is salat, prayers. Note that practical patience alone is not enough to seek divine assistance. You need salat in addition to practical patience. What is salah? Salah, my dear brother, my dear sister, it provides you with tranquility and peace during challenges. Number two, every time you pray, it recharges you. It recharges your inner machine. And last but not least, salat is a moment for you to talk to Allah. Open your hearts and talk to Him. Tell Him, Ya Allah, we are your slaves and we are your servants. We are all faced with these challenges. We need relief from you. Therefore, in conclusion, Quran invites us to seek divine assistance through patience and salah. And the patience here is practical patience and not internal patience. With these two, we will be triggering divine unlimited mercy. I wish you all the best of luck. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.